أحبائي عشاق قناة أخبار الملوك والأمراء المغاربة، في هذا الملف سنتحدث عن ابنة عم الملك محمد السادس الأميرة زينب، التي لم يسمح لها عمها الملك الراحل حسن الثاني بالزواج إلا بعد إتمام دراستها. الأميرة المغربية زينب هي نجلة الأمير عبد الله والأميرة لمياء الصلح وشقيقة الأمير هشام والأمير إسماعيل، هي من مواليد سنة 1971 ميلادية، وهي خريجة جامعة محمد الخامس بمدينة الرباط والمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بمدينة الدار البيضاء. الأميرة التي تشبه إلى حد ما والدتها اللبنانية لم تنل حظها من الاهتمام الإعلامي مثل شقيقيها هشام وإسماعيل، ظلت بعيدة عن الأضواء وتم الحديث عنها مجددا عند ظهورها في صورة للعائلة الملكية المغربية، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسينية، متزوجة من رجل الأعمال محمد بن سليمان حفيد الفاطمي بن سليمان باشا مدينة فاس، ولها بنتان تشبهانها إلى حد ما كما يبدو من خلال صورة للعائلة الملكية المغربية الخاصة بزفاف شقيقها الأمير إسماعيل. وكان زواج الأميرة وفقا للعادات والطقوس المغربية وقواعد البروتوكول المخزني، وذلك بعد إجراء بحث دقيق عن الزوج المختار وعائلته واستشارة الملك في الأمر والحصول على مباركته، غير أن عمها الملك الراحل الحسن الثاني كما أشارت إلى ذلك بعض وسائل الإعلام المغربية لم يسمح لابنة أخيه بإقامة حفل الزفاف إلا بعد إنهاء دراستها. ولقد ظهرت الأميرة زينب رفقة زوجها يوم تدشين مقر جديد للأزياء بمدينة مراكش المغربية. أحبائي لا تنسوا الاشتراك في قناتنا والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد سنقوم بتنزيله في القناة. نشكركم على متابعتكم لنا، وأتمنى أن هذا العمل المتواضع جدا أن ينال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.